بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني اخواتي، مرحبا بكم. كنتمنى تكونوا دائما بالصحه والهنا وراحه البال ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. كنتمنى ما تنساونيش دائما من التعاليق ديالكم ومن اللايكات ومن الاهتمام. كنشكركم بزاف كاع المتابعين ديالي داخل الوطن وخارج الوطن، كنشكركم كاملين. بسم الله على بركة الله. جبت لكم دابا مع العواش قريب العيد الفطر، الله يدخل علينا بالصحة وبالهنا وبمغفرة الذنوب، اللهم ارفع علينا البلاء يا رب، اللهم ارفع علينا الوباء والبرايا، ارحم الراحمين. اذا عندي واحد الحلوة، جبت لكم شي واحد الحلوة سهلة مهلة وخفيفة وفي نفس الوقت لذيذة بزاف وغزالة، كيبغيوها الكبار والصغار، عزيزة على الدراري بزاف لان المكونات ديالها لذاد وكن ناكلهم كاملين. عندي هنايا في المقادير سهلين، عندي هنا واحد الكميه ديال الكاوكاو، تقريبا خديت بقى لي واحد كيلو لارو اللي بقى لي، هو اللي طحنت، ها هو حطيت درتو غير هكا مهرمش، ما مطحونش بزاف مهرمش كاوكاو. وعندي هنا شويه ديال اللوز باش هذا غير التزيين، وعندي هنا هذا الجنجلان باش غنزين، وعندي العسل هو باش كنخلط، ما كاين لا دقيق لا والو، كنخلط بالعسل. وعندي هنا الشوكولات غبرة، هذا الشوكولات المور، حيت غندير هنا جوج ديال الالوان، هنا غنديرو هذا الشوكولات المور باش كيعطي واحد اللون شويه مختلف. وعندي هذا الشوكولاته هذا حتى هو كنزيدو عليه باش كيعطي واحد التعليكه، كنزيدو على هذا وكنديرو حتى على هذا باش كيعطي هذا حلو، هذا الشوكولات حلو باش كيعطي واحد الحلاوه، لان سميتو كنديرو ليه ثلاثة ديال المعالق، لان هذا كاوكاو وكيكون مر، كاوكاو هو فول السوداني اللي كيقولوا بعض الدول العربيه كيقولوا فول السوداني. وعندي هنا العسل، اذا الحلوه كتكون صحيه ما فيهاش شي مواد حافظه او السكر او شي حاجه. عندي هنا العسل، كندير الكميه ديال العسل، كندير في هذا وفي هذا تقريبا شي جوج معالق حتى ثلاثه ديال العسل، اللي غتحيد ديك المروره ديال الشوكولاط وديال الكاوكاو. صافي غادي نخلطو هذا بوحدو، وغادي نخلطو هذا بوحدو، وغادي نوريكم الشكل اللي غادي ندير فيهم. ها هما المكونات ديالنا اللي خلطناهم، هذه كتعطينا واحد اللون كحل غادي مايل الى السواد، وهذه كتعطينا واحد اللون قهوي. اذا جوج ديال الاشكال اللي عطاونا، حاجه بسيطه وسهله. كنمشيو كندهنو يدينا هكا، كندهنو يدينا بشويه ديال الزيت باش ما كتلصقش لينا، ما كيلصقوش لينا المكونات، باش كنشكلو الحلوه ديالنا كنشكلوها، كتجي رائعه مع العسل ومع الشوكولات وكاوكاو، عرفتي كتجي مع الكاوكاو كتجي رائعه بزاف. هذه كنديرها على الشكل هكا هلاليات باش كتجي الشكل ديال الكعب الغزال. هانتوما هذا كعب الغزال ديال الكاوكاو، صدقونا البنات هذا كاوكاو هذا راه كيجي بحال اللوز، هاد الكاوكاو اللي ما عندوش القشور داك الكاوكاو البيض كيجي بحال اللوز. هانتوما البنات كيفاش كتجي الحلوه ديالتنا، كنشكلو هكا تشكيل ساهل، كندوروها في الجنجلان بحال هكا، كندورها كلها في الجنجلان، كنحطو هكا بحال الشكل ديال الكعبه،
كعب الغزال ماشي الكعب، الشكل ديال كعب الغزال هذا هو كعب الغزال. يمكن لكم ديروا حتى باللوز هذا الشكل هذا، يمكن لكم ديروه بالشوكولاته، يمكن ديروه حتى باللوز كنمشيو لهذا هذا الشكل الاخر اللي هو كحل، كنديروا ليه هكا كنوي في هذا اللوز هذا. هذا اللوز مهرمش ومشتو، وكنوي في هاد الحلوه هادي ما هي كيفاش كتجي، وكنستمروا حتى كنكملوا كاع المكونات ديالنا. هادو هما الحليوات ديالنا اللي كملناهم في التزيين، هادو هما يا مصوبين بالكاوكاو والعسل والشوكولات كحل واللوز، هادو حتى هما كاوكاو والعسل والشوكولات قهوي، وهذا والجنجلان. هاد الجنجلان راه مقلي حتى هو طايب مقلي، وهذا الشيء كلشي طايب مقلي وما كندخلوش الفران. هذا دابا كنحطوها كنديرو في شي سوبيره كندخلو للثلاجه حتى كيبرد، كنزوقوا به البلاطوات ديالنا في العيد ان شاء الله. وعيدكم مبارك سعيد، وغادي نصوب معكم واحد الغريبه حتى هي باش كنزيدوها على هذا الحلاوي اللي صوبت. بسم الله على بركه الله، غنمشي معكم لواحد الحلوه اخرى اللي هي غريبه، غريبه البهله اللي عندنا بزاف في المغرب كيصوبوها بزاف في المناسبات، وسهله التهيئه، وغندير انا غير كميه قليله وسهله حيت هي ما كتبغيش تعطل دغيا كتبرد، الا خليتيها معطله دغيا كتبرد. اذا عندي في المكونات عندي هنايا حتى هما راه درت غير نص المقادير، عندي هنايا كاس ديال الزيت اللي هو هذا كاس ديال الزيت، عندي هنايا واحد كاس ديال السكر كلاصي، عندي هنايا واحد كاس لاروب ديال اللوز والجنجلان. هاد اللوزه البنات والجنجلان اللي شاط ليا من ديك الحلوه اللي صوت ديال الشوكولات، شاط ليا اللوز والجنجلان ما خسرتوش حتى حاجه ما كتضيع. ها هو غنديرو مع هاد الحلوه، عندي واحد الخماره ديال الحلوه، عندي هنا واحد الرشيشه ديال الملح، الرشيشه الصغيره ديال الملح شويه الدقيقه البنات ثلاثه د الكيسان، ولكن انا كندير عيني ميزاني، كندير على حسب العجينه كنديرها على قياس عيني، ما تكونش ثقيله وما تكونش خفيفه، تجي هي هذيك صافي. كنخلطو كنستمروا في التخليط، السكر كلاصي البنات كيبغي يتغربل، نسيت ما غربلتوش، غيمحلني في التخلاط بلا ما نطول عليكم باش نخلطو بيديا، غنخلطو مزيان بيديا ونطلقاو. ها هي العجينه ديالتنا البنات ديال الغريبه، غريبه البهله ملي كنخلطوها كتجي بحال هكا، ما هي ثقيله ما هي خفيفه، ولكن السر البنات اللي باش كتجينا العجينه باش كتجينا الغريبه خاويه من الداخل وكتجينا هشه بزاف وكتجي محلوله هو هاد الحركه اللي غندير دابا. كنهز واحد الحكاكه كندوزو فيها هاد العجينه كامله، غندوزوها في الحكاكه، كنهزو العجينه شويه بشويه وكندوزوها في الحكاكه ديالنا هكا وحنا غاديين، هاد العجينه كلها غندوزوها في الحكاكه باش كتنفس لينا العجينه لداخل وكتحل وكتجي هشه خاويه من الداخل. هذه هي الغريبه ديالتنا البنات، من بعد ما دوزناها كلها في هذه الحكاكه كتولي بحال هكا، هي كنجمعها بشويه بشويه ما كنوركوش عليها بزاف، كنديروا لها هكا هي كنستفوها هكا في واحد الطاوه اللي غادي تدخل الفران. الفران في الاول كنديروا الحرارة تكون عالية، ومن أحسن نشعلو ليها من الفوق باش كتحل لينا الغريبة، عاد كنشعلو لتحت من أحسن،
واللي عندها الفران ديالها كتقادو وكتعرف كيفاش دير ليها طيبو كيفاش كيف مولفه كطيب. هذه هي الغريبه ديالنا البنات اللي شكلناها وحطيناها في الطاوه، غادي ندخلوها دابا للفران اللي غادي تخرج طيب، غادي نتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا الشكل ديالها كي كيجي. ها هي البنات الغريبه ديالتنا خرجناها من الفران، كتجي غزاله غزاله بزاف وراها تحلات، هانتوما كتشوفوا كيفاش تحلات. دابا ما نقدرش نمسها حتى تبرد، دابا باقا سخونه حتى تبرد، عاد غادي نهزها الا هزيتها دابا غادي تحل كلها مع هشيشه بزاف، ما تقدرش تمسها حتى تبرد، حتى تبرد ليا الطاوه مزيان عاد نقدر نحركها. هذه هي الحلوه ديالتنا البنات من بعد ما كملناها خرجنا الغريبه من الفران، ها هي كي كتجي الغريبه ديالتنا تبارك الله خرجت رائعه. شفتي كيفاش السر ديالها ملي كنحكوها في الحكاكه كتخرج بحال هكا خاويه من الداخل، وكتجي هشيشه هشيشه بزاف وكتحل. هادو هما الحلويات ديالنا ديال العيد، كنتمنى يعجبوكم وتجربوهم بهذا الشكل وبهذه الطريقه، راه طريقه سهله بزاف وبسيطه وفي متناول كل واحد، كتذوقي الطبله ديالك وتذوقي الوليدات وتفرحي بهم نهار العيد ان شاء الله. وكنتمنى تجربوهم وتردوا عليا وتصيفطوا لي التعاليق وتقولوا لي كي جاتكم الحلوه ديالتي، وغنقول لكم الى اللقاء الى الفيديو القادم، ومبروك عواشركم مسبقا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.